الأزرق، إدريس حوات، محمد بودود، بودلال، فاطمة أبو إحسان، العربي أقسام، وديع بن عبد الله من فريق التجمع الوطني الأحرار، فليتفضل أحد السائلين مشكورا. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة النواب. سيد الوزير، تتبعنا في وسائل الإعلام الدولية وفي تقرير ممنهج أن مفادها أن الأدوية التي تباع بصفة عامة هي فيها نسبة مئوية مغشوشة. فهذه النسبة فيما يتعلق في أوروبا كتوصل حتى 10%، في إفريقيا تتجاوز 25%. والمغرب ما غيكونش من أعلى هذه المسألة. وخاصة كاين هناك ظاهرة ثانية وهي ظاهرة التهريب. صعوبة المراقبة في الحدود، هناك تهريب بعض الأدوية، وهذه الأدوية هي التي تكون نسبة كبيرة فيها مغشوشة. لذا نسألكم سيد الوزير، ما هي الإجراءات ومراقبة وزارة الصحة في هذا الميدان؟ وشكرا. كلمة للسيد الوزير. إشكالية الأدوية طبعا إشكالية كبيرة جدا على الصعيد الدولي، وهناك إشكالية لا كونتروفاسون، تزوير ماشي غير مغشوشة، كونتروفيت، ما فيها والو، ما فيهاش أدوية. ثم كاين إشكالية كذلك التهريب. فأولا وزارة الصحة لا تتدخل في مراقبة إلا في المسالك القانونية لتصريف وبيع الأدوية. لا يمكن تتدخل إلا مع شركاء آخرين في سوق التهريب. فيما يتعلق ب هذا التهريب، فهناك لجنة خاصة تتكون من وزارات، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وهي تدخل في زجر الغش. وطبعا كلما كانت هناك شكاية إلا تدخلت هذه اللجان، وتعرفون إشكالية سوق الفلاح بوجدة، فتدخلات مستمرة، ولكن طبعا التهريب كذلك مستمر. فيما يتعلق بماهية الأدوية ومراقبتها، أظن أن دستور الأدوية الذي وافقتم عليه احترم مبدأ مهما، وهو حيثما كان الدواء يجب أن يتواجد الصيدلي. وبالتالي ففي جميع مراحل صنع الأدوية هناك من المواد الأولية والصناعة والتضويب وتحليل المنتجات والتخزين والبيع والاستهلاك، هناك طبعا استمرارا وتواجدا للصيدلي. والصيدلي هو الذي يضمن الجودة، إن على مستوى التصنيع أو على مستوى التخزين أو على مستوى النقل أو على مستوى البيع والاستهلاك. وهذا طبعا ما ضمنه دستور الأدوية الذي وافقتم عليه في هذه السنة. وهناك طبعا كذلك مختبر وطني لمراقبة الجودة في الوزارة، والذي يشتغل الآن منذ عدة سنوات، ولديه من الوسائل البشرية والمادية ما يجعله يراقب سنويا ما يتحرك على السوق من هذه الأدوية. وقد أجبت في سؤال سابق أننا تمكنا من ضبط بعض المواد تزور في مدينة فاس، مادة واحدة، وكذلك مادة أتت من أستراليا أظن في السوق المحلية. وبالتالي هناك طبعا مراقبة مستمرة على مستوى تزوير لا كونتروفاسون، وما يباع في المسالك التي يضبطها القانون والتي يمكن لمفتشي الصيدلة أن يراقبها. أما فيما يتعلق بالتهريب، فهناك طبعا عمل مشترك أفقي مع باقي الوزارات والذي طبعا يحدده القانون الخاص بزجر الغش، قانون 66257. شكرا. الكلمة لأحد السائلين في إطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، هو ليس تعقيب لأنه جوابكم كافي على المجهودات اللي كتقوموا بها، ولكن كنعرفوا أنه في إطار التغطية الصحية الإجبارية هناك تشجيع الأدوية لجينيريك، يعني اللي هما ارخص من الادويه الاصليه. والمطلوب سيد الوزير هو التسريع باخراج الصندوق لدعم ذوي الدخل المحدود لوراميد، لانهم هاد الفئه المحتاجه هي اللي كتلجا الى شراء الادويه الرخيصه، وخاصه كما قلت الكونترفاسون، لانه الانسان تيقول عند الخصوص خلي نصو، ولكن في الوقت اللي كتشري واحد الكونترفاسور ما كتشري والو، يعني هما ماشي دواء، هو غير واحد شيء يشبه الدواء وهو ليس بدواء. اذا تنعرفوا المجهودات اللي كتقوم بها شخصيا ووزارتكم، تنطالبوا بالتسريع بهذا
لو راميت صندوق ديال دعم ذوي الدخل المحدود والمحتاجين لتفادي انهم يلجؤوا لشراء هذه الادويه المهربه والمغشوشه. وشكرا. شكرا. تعقيب السيد الوزير. والادويه الاصليه لو برينسيب سي لو جينيريك نفس الذره نفس لا موليكول نفس العمل ولا يتعلق الامر بالضعيف والقوي بل يشتريها الضعيف والغني والفقير وهي نفس الادويه لها نفس المفعول وطبعا هي فقط استوفت بعض السنوات من حق الملكيه. شكرا. شكرا سيد الوزير.